الأب قد تصلي وأطفالها يحومون حولها، إذا مر الأطفال أمام أمهم وهي تصلي ما الحكم شيخ صالح؟ هذا لا يضر، الحمد لله. الأطفال لا ينضبطون، وقد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما طفلان، ويركبان على ظهره صلى الله عليه وسلم إذا سجد. فمرور الأطفال أو قربهم من المصلي لا يضر إن شاء الله، لما في ذلك من الحرج وكثرة وقوعه. نعم.